ما يفطر طوب ليه ما غاديش نديك للدار غادي نديك للقلعه يدو زوليك كما جبت لنا شي مره عندك الحق برافو عليك هو دوزو هي باش نديك ولا ما بلاش الدود يدوز دابا عاد لا هادشي اللي خصنا نديرو الله يعطيك الصحه ولا ما نديروش هكا نعاونوا هاد صحاب السلطات وهادشي راه مشكلتنا مشكله ماشي حنا نقولوا راه حنا لا دوزنا الصحراء دوزنا ما كاينش ما احسن من المغرب الحمد لله واحد الشعر اللي عندنا راه مازال الله الوطن الملك الله يعطيك الصحه الشوف وخصنا نخدموا خصنا نتعاونوا انا جبت لكم مضروب ومزيان ملي غادي يدوزوا ليه الطبه ديال الميليتير عجيب وغريب وحتى سيفيل راه كلشي كيف كيف دروك الله يجزيكم بخير نحترموا القانون ونحترموا هاد الشيء اللي قالوا لينا الله يجزيهم بخير مزيان ولكن نتعاونوا راه هادشي من الصالح ديالنا حنا شوف السلطات كامله كتجري ها رئيس الدايره ها الباشوات ها المقدمين ها كلشي ولكن خصنا نعاونوكم باش نعاونوكم بهذا الشيء بحال هكا راه جا عندي بالليل قلت ليه بقى تما ما دخلش لعندي ورقدته في الطوموبيل تا الصباح انا جبتو دابا لهنا قالوا لينا الله يجازيكم بخير راه كاينين شوف سبحان الله والله الا بكيت بالله عليا الا بكيت دابا انا ملي شتريت الدايره ديال بومالندات والله الا بكيت بين شحال من واحد كيلوحوا الناس ديالهم وما ديالنا راه جابوهم وها صحاب النقل وها كلشي الحمد لله جا وعاش الملك الحمد لله الله يجازيكم بخير والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه راه والله ما خوا في الخير والله يزيد لهاد المنطقه وراه الحمد لله راه النتيجه راه بانت واش ما بانتش المشاكل ما عندنا في هذه المنطقه هذه الحمد لله ودوزوا لي ليه باش نديه الله يرحمه دابا دابا